الاختيار مو عاشق لعبه بدويه. لحظتك امي لعيبه لحظتك لحظتك امي. اذا المشاهدين الكرام امي لعيبه معنا على المباشر بعد خروج ديالها من المحكمه لان الموضوع اللي هو موضوع شائك تهم المجتمع المغربي ديال الاطفال المتخلى عنهم. للاسف ان هذاك المقطع من الفيديو السيده حسي اعتبرته بانه تيمس البنت ديالها وتقدمت بشكايه حقها. وعلى هذا الاساس تم التقديم ديالها والمساءله ديالها، الا انه اتضح ان حتى بالنسبه للحسي كانت جات من مدينه الدار البيضاء وقامت بالهجوم على الموكله ديالي وسبتها واعتدت على الدار ديالها. كلنا دينا بنت اعتدت عليها. دينا مرأة مغربية، كلنا دينا عاشت بنت دينا، البنت السباري الصغيرة عاشت دينا وعاش القضاء المغربي، عاشت دينا القضاء المغربي اللي عندها حق انها تهينها. الان الملف ترجع للضابطة القضائية. عاشت دينا البنت اللي عندها عامين ونص. راه غادي تسوي. عاشت دينا وانت ليس بصحفي، انت صحفي مزور. انت تسترزق. اسمح لي استاذ احترامات الى استاذ لينا. سير بحالك سير. لا انت صحافي مزور، انت صحافي مزور، صحافي مصدر، انت زيد ضد بنت صغيره. كانت تقدمت حتى هي بشكايه بمواجهه حسين. استاذ داودي خالد، استاذ داودي خالد من هيئه مكناس، محامي من هيئه مكناس، هو المدافع على زيده نعيمه الطويل المرقبه البدويه. الان كما قلت لكم المسطرات رجعت للضابطه القضائيه باش يبتوا الشكايه اللي تقدمت بها نعيمه الطويل كذلك في مواجهه الزين. وبالتالي غادي يتم غادي ترجع المسطره من بعد الاستماع اليهم الضابط السيد وكيل الملك باش يبت الشكايتين معا. اللي كاين شي حاجه نعم؟ لا ما كاين لا اعتقال اصلا. هي السيده نعيمه الطويل تم التقديم ديالها بحال صاحب السي، يعني بجوجهم كانوا في حاله الصراح، ما كاينش لا ما توضعت لا في حراسه نظريه لا كاين لا اعتقال لا والو. كان جالسين في قاعه الانتظار، كنا تنتسناو القرار ديال السيد وكيل الملك من بعد ما دوزنا التقديم. ما كاين لا اعتقال لا حراسه نظريه لا حتى شي حاجه. بالنسبه للتهم يعني ما خصش يكون تشهير بالاطفال بحال هكا. لا شوف انا كما قلت لكم ان السيده نعيمه الطويل المحامين احترام لهم، تحيه للصحافه الاحرار، تنبغيكم رجولا انتوما ولو 50% بان تحيه للصحافه الاحرار. كانت تقصد وكان عندنا الشك بان نعيمه الطويل تقصد بها تنمر على الطفله دينا، كنا ما غاديش نجيو ناجروها، ولكن اكدت لنا بان ما كانش تقصدها وما كانش تقصد انها كانت دايره واحد بحال واحد الروايه بغات تطرح في هذا الموضوع ديال الاطفال المتخلى عنهم. وللاسف راه كلا لاحظتوا ان من بعد 10 ديال الدقائق سحبات هذاك الفيديو لان المتتبعين ديالها اتصلوا بها وقالوا لها ان هذاك الموضوع راه حساس، وبالتالي سحبيه وسحباته نزولا عند رغبه المتتبعين ديالها. لهذا تنأكدكم بان نعيمه الطويل ما كانش عندها شي سوء نية في البث ديال هذا الفيديو، ما كانت تقصد حتى شي حد. لا الطفله دينا، حنا كنا الطفله دينا وحنا كنا مع الاطفال ديال المغرب، لان ما نبغيش فيها احد يتنمرنا على الاطفال ديالنا ولا يطلعهم في عقد اللي ما نبغيوهاش. استاذ اش كتقول لها الجمعيات اللي تسجلوا على الخط الحقوقيين اللي تسجلوا على الخط؟ انا لحد الان انا ما علمي حتى شي جمعيات دخلت، يعني انا عندي ميل في شكايتين سميتو لان دخلت في جمعيات خاصها تدخل بصفه رسميه كمشتكيه كطرف في النزاع. شكرا لك. انا راه ما كاين حتى شي حاجه بالنسبه لي. شكرا لك. شكرا اذا مشاهدينا لا يضحك على عيالات الرجال، دار فيهم غزاوه غزاوه غزاوه. اجاك شي شنو بغيتي اللهم هذا منكر في المغاربه، اللهم هذا منكر في المغاربه، هادشي اللي كنسمعوه ماشي بلادنا ماشي اصلنا ماشي ديالنا، هاد الحمار هاد المشروط باغي ينتقم من المغاربه، هادشي اللي كاين، باغي ينتقم من بلادو وبنات بلادو. لا حول ولا قوة الا بالله. إذا مشاهدينا الكرام لا يطلع للحق. عاش البنت كلها، عاش نعيمة، عاش نعيمة، نعيمة.
اول صراحه انسان بارع شكرا للجمهور اللي وقفوا معاك وتضامنوا معاك. شكرا على الناس اللي متضامنين معايا. شكرا 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 جزيل الشكر. زوجي السوق شرا من عمسري للدار ترتاحي. والله يجمع عندك في حياتك. أمن بالله شنقضى محيدك شي ميكون صاحبي. يوسف يوسف ما وقع بس ما وقع بس. يوسف بلاش 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 عاشت الطفلة الصغيرة. هذه ماشي حرانية، هذه بنتنا، هذه ماشي حرانية، هذه بنتنا. عاشت الطفلة الصغيرة مسكينة اللي تقول لها وزانتي يا فواكدا. نعم معليش، ولكن هذه بنتنا من بنتنا بنتنا كاملين، وما عمر شي واحد غادي يعاود يتجر عليها. أي واحد يتجر على هذه البنت نحن له بالمرصاد، لأنه هذه بنتنا مسكينة وختنا، وحتى حنا عندنا وليدات. حنا ماشي حقارة، والله ما حقارة، حنا مع الحق، واللي تيقول الحق ما تيبغيوهش الناس. هذا هو اللي بجدة ديالها. السلام عليكم. لا المستجدات ما عرفتش، ولكن بغيت نقول لكم انا غير كنشكر الناس المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب اللي كتضامن معانا، كتضامن مع دينا، وكنقول لهم شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. المستجدات شويه غتقولوا نادى واخا عطري شويه مختك شويه مختك حتى حنا عاوتاني. معليش مرحبا انا في اليوتيوب انا كنتسناو كنهضر باش تشوفي. مرحبا قربي شي حاجه ديالي اختي اختي. واخا دابا انتينا كتشوفي البنيت انا ربما تعرضت لهاد الامور وهي معروضه امام القضاء، شنو كيفاش تعاملتي مع هاد القضيه؟ هاد القضيه صراحه انا ما استحملتهاش وما تقبلتهاش على الفيده ديالي. هذيك السيده خاصها تنال الجزاء ديالها، محينت الاطفال وعقوق الوالدين كيبقاو خط احمر. مازال هي ولا بنتي هذيك تعطي والاخرى تعطي ماشي مشكل، ولكن كيخص الاطفال يكونوا خط احمر. ما واش غتنازلوا على القضيه؟ لا ما غنتنازلوش حنايا، ما غنتنازلوش. حنا غنتسناو القضاء يدير الواجب ديالو، واللي يديرها القضاء فوق الراس ديالنا. حنا كنحترموا القضاء وتنحترموا الراي ديال القضاء، ربما كتكون عنده هذا. ما قدرتش نقول لك اخويا حيت انا راه غشتكم صافي. المحامي ديالكم شنو هو؟ المحامي ما كاينش، حنا قالوا لنا ما غيدخلش المحامي في هذا سميت هذا تقديم. تقديم برافو عليكم. حنا كيصحابنا ما كيدخلش المحامي، ولكن ملي سولنا قال لك ممكن يدخل المحامي. لا ما عرفتش انا شنو عاد يكونوا المستجدات. شكرا شكرا لكم الله يسهل عليكم. غير شي كلمه حمزه حمزه كلمه ديال نادى. لا ماشي صافي هذا الان ديالو باختي نادى. نادى كلمه حمزه راه مسبقا حاجه دابا ما نقدر نخرج بها. شنو وقع وهذا ما نقدرش دابا نهضر. ما عرفتيش الجلسه فوقاش؟ لا مازال حاليا ما عرفتش. مازال ما عرفتش. واخا شنو الموضوع دابا بالنسبه للقضاء؟ شكرا الله يسلمك. يلا اجي يا زوري. يعني ما يقع شي صوت.